الظهر بينزل والجمل جالوا خمسه كيف عليهم كنا اول ما بدينا يم رقم كيل واحد وبعدين تحولنا لليم العتبه ونوب رجعنا هنا صارت كرامات هذا الموكب والله صارت الحمد لله وشكر الناس هنا مثلا وصلوا هنا وقاموا مقربين يعني الحمد لله كتابة هنا بالنسبة لنا لقينا محمد على الخشبة يعني فصحى من الأثرية مكتوبة محمد يا سلام الله عليه ايه. محمد كان سيد مولاي أبو عبد الله الحسين آل بيت الرسول آل بيت المصطفى اللي جادوا على مود اللي ضحوا بأرواحهم أطفالهم عوائلهم ما نخدم ما نقدم خدمة لهم لازم نحيي الذكرى الله يوفقك ما تنحي هاي الذكرى سلام يا رئيس الحب لك سلام من سعبي يشتغل الصبح الساعة الفجر ويوم الصباحي فطور صباحي بعدين بالعشرة من اكو فطور بعدين يبدا الغداء الساعة 11 زين بالعشرة يبدا الغداء الساعة تقريبا بالخمسة زين بالخمسة بالستة يبدا العشاء مالتنا وراها من الساعة 12 يبدا مثلا هذا البقوليات فشي زين توزيع الله يوفقك